نشرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية، والبداية بأبرز العناوين. مخاوف من حدوث تشيرنوبيل 2، غوتيريش يقول إن إلحاق ضرر بمحطة زابوروجيا النووية يعد انتحاراً. روسيا تحمل الغرب المسؤولية، وزيلينسكي يطالب موسكو بسحب قواتها من المحطة. كبير المفاوضين الروس في الملف النووي الإيراني يقول إن لدى بلاده انطباعاً بأن واشنطن تريد حل مسائل أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي، ورئيس حكومة الكيان الصهيوني يعبر عن أمله بإنهاء جهود إحياء الاتفاق. إدانة دولية واسعة لغلق الاحتلال الإسرائيلي 7 منظمات فلسطينية، والأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الإغلاق الصهيوني التعسفي. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تطلب من الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين باستقالة أو إقالة الريسوني، وإلا تجميد عضوية الجزائر في الاتحاد. أهلا بكم من جديد. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام لقاء ثلاثي جمعه بالرئيسين الأوكراني والتركي في لفيف غرب أوكرانيا من أن إلحاق أي ضرر بمحطة زابوروجيا النووية سيكون بمثابة انتحار، في وقت يتواصل فيه تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بشأن قصف المحطة. المخاوف من كارثة نووية تتردد في الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، ففي ظل استمرار القصف في محيطها تبقى الأنظار شاخصة نحو محطة زاباروجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفي ختام لقاء ثلاثي مع الرئيسين التركي والأوكراني قال إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع داخل محطة زاباروجيا وفي محيطها، محذرا من أن إلحاق أي ضرر بالمحطة سيكون بمثابة انتحار. يجب سحب المعدات والأفراد العسكريين من المحطة وتجنب نشر المزيد من القوات أو المعدات في الموقع. هذه المنطقة يجب أن تكون منزوعة السلاح، وعلينا أن نقولها بشكل واضح، أي ضرر قد يلحق بمحطة زاباروجيا يعد بمثابة انتحار. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إنه يجب على روسيا سحب قواتها من المحطة ووقف قصفها، معلنا عن توصله لاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة على معايير بعثة قد ترسلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا. لا توجد عقبات ملموسة تمنع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة الطاقة النووية في زاباروجيا. اليوم ناقشت أنا والسيد غوتيريش معايير هذه المهمة، وأنه بإمكانها الوصول إلى المحطة بسرعة كبيرة وبأمان وبطريقة قانونية عبر الأراضي الحرة لدولتنا. لا تتوقف الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن من يستهدف محطة زاباروجيا، وفي خضم الاتهامات المتبادلة حمل سكرتير مجلس الأمن الروسي واشنطن ولندن ومن وصفهم بأتباعهما المسؤولية الكاملة عن كارثة محتملة في المحطة النووية الأوكرانية. وقد سبق لروسيا أن لوحت بغلق المحطة النووية الأكبر في أوروبا على إثر تعرضها لقصف متكرر، وتلك خطوة قالت كييف إنها ستزيد من مخاطر وقوع كارثة نووية. أعلنت تركيا عن شحن أكثر من 622 ألف طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية في غضون 17 يوماً وفقاً لاتفاق اسطنبول الموقع من قبل ممثل الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا. وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها أن مركز التنسيق المشترك بالمدينة يواصل تنسيق أعمال شحن سفن الحبوب دون توقف تنفيذاً لاتفاق حول شحن الحبوب الأوكرانية.
أعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة الخارجية في الخارجية الروسية إيفان نيتشايف أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد في موسكو يوم 23 أوت الجاري، حيث سيبحثان التسوية في سوريا وعمل اللجنة الدستورية. ووفقا لنيتشايف فإن الوزيرين سيوليان خلال المباحثات اهتماما خاصا للتسوية السورية والعمل اللجنة الدستورية السورية والوضع في سوريا. أعرب كبير المفاوضين الروس في الملف النووي الإيراني ميخائيل إليانوف عن أمله في إعادة إحياء الاتفاق قبل الفاتح من سبتمبر المقبل، فيما عبر رئيس الحكومة الكيان الصهيوني للمستشار الألماني أولاف شولز عن أمله في إنهاء جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني. تتسارع الخطى الدبلوماسية للأطراف المعنية بالملف النووي لإبرام الاتفاق النووي وبصيغة يريدها كل طرف وفق شروطه بما يحقق مصالحه. كبير المفاوضين الروس في المحادثات النووية مع إيران أعرب عن أمله في إعادة إحياء الاتفاق قبل الأول من سبتمبر المقبل، وقال الدبلوماسي الروسي إن بلاده لديها انطباع بأن واشنطن تريد حل مسائل أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي. فالطرف الإيراني يتمسك بشروطه الثلاثة لقبول المقترح الأوروبي الأخير، سيما فيما تعلق بضمانات حول عدم انسحاب أي رئيس أمريكي جديد من الاتفاق النووي معها، إلى جانب رفع حرسها الثوري من لائحة الإرهاب الأمريكية ووقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق بعد عثورها على آثار يورانيوم في أحد المواقع الإيرانية عام 2019. وبحل هذه القضايا العالقة الثلاث يمكن التوصل إلى اتفاق حول ملفها النووي في الأيام المقبلة وفق إيران. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مصلحتهما عقد الصفقة النووية مع إيران لحاجتهما الماسة إلى النفط الإيراني بسبب تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في خضم هذه التطورات قالت مصادر إيرانية إن الطرف الأمريكي وافق على رفع العقوبات عن 17 مصرفا والإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية، فضلا عن ذلك تخفيف العقوبات عن 155 مؤسسة إيرانية إلى جانب تبادل السجناء، إلا أن واشنطن نفت ذلك. الطرفان الإيراني والأمريكي أقرب من أي وقت مضى إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، ولكن أيا كان هذا الاستعداد فالكيان الصهيوني يكثف جهوده لإحباط إحياء الاتفاق النووي من خلال ممارسة ضغوط على إدارة بايدن، حيث يطير ما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي للكيان على رأس وفد إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتباحث حول إنهاء إحياء الاتفاق. دعا المكتب الإعلامي للتيار الصدري بالعراق المعتصمين إلى أداء صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد قرب مخيمات الاعتصام، وخصصه للثائرين المعتصمين حصرا على حد قوله. هذا ورفض التيار الصدري حضور الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل عقد حوار وطني بين القادة السياسيين، وأعلن عدم الحضور والمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر. حلقة جديدة من مسلسل الاختباء خلف الدم الفلسطيني. فبعد 3 أيام دامية على غزة وشعبها، تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي 7 منظمات حقوقية فلسطينية في محاولة أخرى لكسب أوراق إضافية لاستمالة رضا الناخبين قبل موعد انتخابات الكنيست في الفاتح من نوفمبر المقبل. بقدر ما يدنو موعد الانتخابات، بقدر ما يمعن غانتس ولابيد في حبك مشاهد جديدة من مسلسل استمالة الناخبين. فبعد عدوان 3 أيام على غزة، يأتي الدور لإسكات صوت 7 منظمات حقوقية فلسطينية لطالما دأبت على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الأرض والإنسان. حين تصفد بابا فأنت تخاف من الحقيقة، والحقيقة ليست إرهابا كما يدعيه قرار الإغلاق هذا،
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة تقول إن الخطوة الصهيونية انتهاك لإسكات صوت الحق والعدالة وإضعاف عمل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، موقف تماهت معه جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بدعوتها إلى تشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات ورفع دعاوى قضائية ضد حكومة الاحتلال. أصوات أخرى بدت أنها تصرخ ضد القرار لكنها متناقضة أو محتشمة في نظر متابعين، فواشنطن التي أعلنت قبل أيام بملء فمها في مجلس الأمن الدولي أنها تدعم حق الاحتلال في الدفاع عن شعبه بشن غاراته على غزة، يعرب المتحدث باسم خارجيتها نيت برايس عن قلق الولايات المتحدة من إغلاق مكاتب هذه المنظمات الفلسطينية، فيما خصص وفد من الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات الدبلوماسية الغربية زيارة تضامنية إلى مؤسسة الحق تساوى فيها صوت التضامن مع صوت من تقديمها الدعم منذ سنوات. الاتحاد الأوروبي مثلا أعلن قبل عدة أسابيع رفضه القرار الإسرائيلي باعتبار المؤسسات الفلسطينية المستهدفة بأنها إرهابية، لكن هذا كان فقط موقف ليس متبوعا بأي تلويح مثلا بعقوبات ضد إسرائيل إذا ذهبت باتجاه خطوات فعلية ضد المؤسسات الفلسطينية. اليوم قامت إسرائيل بخطوتها ولن يتمكن الاتحاد الأوروبي من فعل شيء. ما يسمى الكنيست الذي حل نفسه بنفسه كي يجتمع مجددا في انتخابات نيابية الفاتحة من نوفمبر المقبل لم يجد قادته سبيلا غير الاختباء خلف الدم الفلسطيني، ومن يختبئ خلف الدم الفلسطيني قد يتوارى ساعة لكن دم الشهداء سيلطخه طول الزمن. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دولماز أن بلاده بدأت عمليات تنقيب في البحر المتوسط، وكتب في تغريدة على تويتر: بدأت سفينة عبد الحميد خان أول أعمال حفر لها في بئر يوروكيلر واحد اليوم، وأضاف: نحن مصممون على إبقاء بهجة اكتشاف الغاز بالبحر الأسود بأخبار سارة جديدة في البحر المتوسط. لا تراجع ولا استسلام في خطط التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، هذا هو شعار المسؤولين الأتراك منذ إعلان الرئيس التركي طيب رجب أردوغان عن مضي بلاده قدما في خططها للتنقيب واستخراج الطاقة لإضافة قرابة 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي بحلول مارس 2023. إصرار تبديه التدابير الأمنية والعسكرية المحيطة بعملية التنقيب عن الغاز شرق المتوسط التي رافقت سفينة التنقيب عن الطاقة عبد الحميد خان حاملة معها طاقما مكونا من 200 شخص ومزودة بنظام أمان مزدوج، والتي كشف وزير الطاقة فاتح دورماز أنها وصلت إلى وجهتها الأولى في بئر يوروكولر 1 جنوب محافظة أنطاليا. مباشرة تركيا للتنقيب عن الغاز شرق المتوسط ضاعف المخاوف من اندلاع نزاعات إقليمية في ظل إصرار آخر من قبل اليونان وفرنسا وحتى مصر، هذه الدول التي ليست مستعدة للتخلي بدورها عن التنقيب عن الطاقة في المنطقة المتنازع عليها، مخاوف حقيقية يبديها متابعون للتطورات في المنطقة خاصة بعد تضاعف زيادة الطلب على الطاقة التي أججتها الحرب الروسية الأوكرانية والخشية من شتاء قاس على أوروبا وارتفاع فاتورة الغاز، شتاء وإن كان يتوقع أن يكون قاسيا من ناحية الطقس إلا أن حرارته السياسية لها ما بعدها. الأكاديمي والباحث السياسي مهند حافظ أغلو تحدث لقناة الجزائر الدولية عن ردود فعل الدول المجاورة لتركيا بشأن عملية التنقيب. نتوقع أن يكون هناك ردة فعل من اليونان ومن قبرص اليونانية مدعومين بدعم أوروبي وبشكل خاص فرنسي، لأن التوترات شرق المتوسط والعلاقة تركيا مع اليونان متوترة جدا، وسوف تكون هناك انتهاكات من قبل اليونان ضمن
المياه الإقليمية أو المتنازع عليها، وبالتالي ربما نشهد تصعيدا جديدا في شرق المتوسط من قبل اليونان وقبرص اليونانية بسبب التحرك التركي من خلال سفينة عبد الحميد خان التي تبحث عن مصادر الطاقة ضمن الوطن الأزرق. أمرت نيابات الجمهورية المختصة بالجزائر بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين، وذلك على إثر الحرائق التي مست بعض ولايات البلاد وأدت إلى وقوع العديد من الوفيات وإتلاف مساحات غابية وبنايات، فيما تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية لدرك الوطني لولاية الطارف شرقي الجزائر من توقيف 3 أشخاص يشتبه في قيامهم بإضرام النار عمدا في المحاصيل الزراعية. ما هي إلا ساعات حتى تحولت الغابات بالجهة الشرقية من الجزائر إلى رماد خلفته حرائق الغابات في الأيام الأخيرة، والتي شملت 14 ولاية وخلفت خسائر بشرية ومادية. نيابة الجمهورية المتخصصة فتحت تحقيقات شاملة لكشف ملابسات الحرائق المستعرة على إثر وقوع العديد من الوفيات وإتلاف الهكتارات الغابية. السلطات الجزائرية قامت بتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية لإخماد الحرائق والتكفل بالمتضررين وتعويضهم بداية من الأسبوع المقبل. كل الخسائر سوف تحصى وسوف تعوض إن كانت يعني بالنسبة للسكنات، إن كانت بالنسبة للأملاك، إن كانت بالنسبة للماشية، أو يعني اللي عنده ملك رحله، الدولة إن شاء الله راح تقوم بكل الإجراءات لتعويضه في أحسن الظروف وفي أسرع الظروف إن شاء الله رب العالمين. الغطاء النباتي والغابي، نوعية الغطاء النباتي والغابي هو اللي يسمح يعني بسريان سريع لهذا الحرائق هذه. كما تم تجنيد عدد من الأرتال المتنقلة ووحدات التدخل ومجموعة مروحيات جوية لإخماد ومجابهة مجموع الحرائق المتفرقة التي مست الغابات والأدغال، كما تم إرسال دعم بشري مقدر ب 1700 عون حماية و 280 شاحنة على مستوى البلاد. من جهتها قيادة الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الخامسة سخرت مروحيات للقوات الجوية والإمكانيات اللازمة للمشاركة في عملية الإخماد، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها. إلى ذلك، تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العديد من رسائل التعازي من قادة ورؤساء دول شقيقة وصديقة في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات البلاد، معربين عن تضامنهم ومؤازرتهم ووقوفهم إلى جانب الجزائر في هذا الظرف. أبدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بيان لها الخميس استغرابها واستياءها للموقف المتحامل من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني ضد الجزائر، وفيما كانت الجمعية تنتظر من الريسوني اعتذارا واضحا، تفاجأت ببيانه التوضيحي العقيم الذي زاد الطين بلة، وكشفت بأن تصريحاته الخطيرة لم تكن زلة عالم وكبوة فارس، وإنما كانت قناعات راسخة مقصودة موجهة من جهات مخزنية تسعى للمساس بمصالح الجزائر. إلى ذلك، طالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن يتوب الرسول إلى الله من تصريحاته الخطيرة والتي فتح من خلالها بابا موصدا للفتنة بين شعبين شقيقين، ويعتذر للشعب الجزائري والموريتاني والصحراوي وأن يقدم استقالته. نعتقد بأن الاستفزازات
التي صاحبت مواقف أحمد العيسوني بوصفه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتي استعدى فيها على شعوب مختلفة. هذه القضايا كما نعلم جميعا هي التي دعت جمعية العلماء أول ما سمعت بهذا الموضوع إلى الاتصال من خلال رئيسها بالأمين العام للاتحاد، مطالبة إياه بتقديم التوضيحات المطلوبة حول موقف الاتحاد من رئيسه أحمد العيسوني، وأيضا ماذا يجب أن ينجم عن هذا الموقف إزاء الاتحاد. اجتمعت جمعية العلماء إذن بعد هذا الإعلان، وطلبت من الاتحاد العالمي أن يقدم عيسوني أولا اعتذاره للشعوب التي اعتدى عليها، وكان الأمل معقودا أن يصحو وأن يتوب وأن يعود إلى الصواب، فيقول بأنها زلة لسان أو أنها خطأ يعني سبق لسان، ولكن ما زاد الطين بلة هو أن البيان الذي قدمه كتوضيح زاد فيه تأكيدا على مواقفه الاستفزازية. الباحث في التاريخ الدكتور محمد دومير يتحدث عن أهم المراحل التي تبين الاعتداءات المغربية على جيرانها. بداية هذا التوسع المغربي يرجع لعدة قرون، وأهم حملة قامت لما أحضر السلطان المغربي إسماعيل العلوي أحضر جيشا من الأفارقة، وهذا الجيش يسمى حاليا تاريخيا بجيش البخاري، معروف جدا الذين أقسموا على كتاب البخاري بدل القسم على القرآن للوفاء. هذا الجيش الجيش البخاري استعمله جيش السلطان المغربي لفرض نفوذه على أبناء بلده أولا، على شعبه، ثم توسع بهم شرقا وجنوبا. وأكثر المتضررين بهذه الحملات تاع جيش البخاري كانوا إخواننا في الصحراء الغربية الذين استخدم في حقهم الإبادة الجماعية. توجد قرى، وهذا مدون في المؤرخات المغربية المحققة يعني مثل كتبهم الخاصة، مذكورة أن قرى أبيدت عن بكرة أبيها. وفي سنة 1699 كانت الجزائر أيضا في فترة ما كانت تدافع على سواحلها البحرية ضد الإسبان والإيطاليين، فتقدم نفس السلطان إسماعيل العلوي حتى وصل إلى نهر شلف، وقد أقام في طريقه عمليات دموية كبيرة. فبالله أي بيعة يبحث عليها سلطان يتوسع بالدم. وفي الثقافة، أعلنت نقابة الفنانين السوريين الجمعة رحيل الممثل الفلسطيني السوري بسام لطفي عن عمر يناهز 82 عاما. ونعت نقابة الفنانين الممثل الراحل الذي يعد أحد مؤسسي الدراما السورية، وهو من مواليد مدينة تول كرم الفلسطينية سنة 1940، ويعد من أبرز الممثلين العرب ومن رواد الدراما السورية ومؤسسيها. وفي كندا انطلقت فعاليات الطبعة 12 من مهرجان الأوريو ناتاليس، هذا الحدث القاري الذي يجمع مختلف الثقافات يتميز هذه السنة بمشاركة جزائرية قوية للعديد من الفنانين الجزائريين. بعد 3 سنوات من الغياب يعود مهرجان الأوريونتاليس في طبعة مميزة ابتداء من 18 إلى غاية 21 من هذا الشهر. خلال شهر أوت من كل عام يهتز الميناء القديم بكندا تحت إيقاع الاندماج الجريء والعروض الأصلية التي تسافر بنا عبر 3 قارات بمشاركة العديد من الدول. عروض ورشات عمل، معارض وأنشطة للصغار والكبار، هي فعاليات برنامج غني ومتنوع يميز مهرجان الأوريونتاليس في مدينة موريال الكندية. الطبعة 12 للمهرجان ستعرف مشاركة جزائرية كبيرة تشمل مختلف الطبوع والألوان الموسيقية، ممثلة بعدد من الفنانين البارزين على غرار يوبا أجراد، أيت منجلات وفرقة تيكو باوين. رانا في صدد يعني شغل تحضيرات للمهرجان أوريونتاليس يلا في كندا، وهم اللي 17 أوت وروح.
في هذا المكان سيتمكن رواد المهرجان من التنزه في مساحة فريدة من نوعها وإعادة اكتشاف أجواء الأمسيات تحت خيمة بدوية تكون فيها النطاط الموسيقية بمثابة الأكسجين الذي يتنفسه الجمهور في محافل من هذا النوع. وصلنا إلى ختام النشرة، وللمزيد من الأخبار تبقى منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة دائما في الخدمة، كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية. في أمان الله.